الاستحواذ ده بالنسبه لشركه بي انفستمنت ده استحواذ مهم لاسباب كتيره، انه شركه اوراسكوم موجوده في قطاعات احنا مش موجودين فيها كبي انفستمنت، وبالتحديد التمويل الاستهلاكي والتامين على الحياه والتامين الطبي، فدول قطاعين مهمين جدا احنا بنضيفهم لمحفظه الشركات اللي لدينا في بي انفستمنت. الاستجابه طبعا للعرض نامل انها تبقى استجابه كبيره ونوصل قد ما نقدر لقرب 90% او 90%. نعم. طيب مع هذا الاستحواذ استاذ حازم، ما هي الحصص السوقيه المستهدفه يعني بالنسبه لكم في المجالات الماليه والخدمات الماليه وغير الماليه بالفتره المقبله؟ قد ايه مستهدفين؟ حضرتك طبعا الكيانين مع بعض هيبقى عندهم نقديه كويسه جدا انهم يقدروا يعملوا عمليات استحواذ. احنا طبعا دي انفستمنت اوريدي في القطاع المالي الغير مصرفي من قبل كده، وبنكمل بان احنا دلوقتي بقينا كمان في التمويل الاستهلاكي. نعم، احنا هنشكل كيان يقارب 6 مليار تقريبا من هذا الاندماج، مظبوط والاستحواذ؟ مظبوط يا فندم، مظبوط تقريبا، مظبوط. طيب لكن بالمقابل عملية المبادلة للأسهم أستاذ حازم هي عم بتتم بعيدا عن أسهم الخزينة اللي عم توصل تقريبا ل 524 مليون و 600 ألف سهم، لاحقا بعد إتمامها كيف ستتصرفون بأسهم الخزينة، وهل ما زالت الشركة عم تتجه لتجميع أسهم خلال هاي الفترة؟ لا حضرتك، هو أسهم الخزينة هيتم إعدامها، وده الاتفاق، وهيبقى نازل في الشروط بتاعة التندر أوفر لما يتعمل هيتم إعدام أسهم الخزينة. طيب، وهيتم أيضا معالجة أي قروض متعلقة بالشركة، شركة أوراسكوم المالية ضمن هذا الاستحواذ، أو كيف تم الاتفاق؟ شركة أوراسكوم ليس لديها أي مديونيات. ليس لديها أي مديونيات. طيب بالمقابل إحنا عم نشوف توجهكم لعملية الاقتراض اليوم أيضا من بعض البنك الكويتي الوطني فيما يفوق 100 مليون جنيه، كيف حيتم استغلال هذه القروض حاليا أستاذ حازم؟ حضرتك ده للتوسعات بتاع شركة جورمي، إنهم هيتوسعوا في عدة محلات في القاهرة الجديدة. أها تمام، يعني أنتم مقبلين على مزيد من الاستدانة بهيدا التوقيت أيضا، ممكن نفهم ككل كشركة بي انفستمنت لتمويل مشاريع الشركات التابعة؟ لا حضرتك في الوقت الحالي مش ناويين أن احنا يتم أي استدانة أخرى في الوقت الحالي. هذا لأنه في ارتفاع بتكلفة التمويل أستاذ حازم، ولا لأسباب أنه أنتم مش محتاجين السيولة؟ لا، في اسباب ان احنا مش محتاجين السيوله حضرتك في الوقت الحالي، و يعني ده السبب الرئيسي الحقيقه. طيب وحتى الان كيف ممكن نقيم تاثير التقلبات اللي صارت على سعر الصرف على شركه بي انفستمنتس؟ الحقيقه شركه بي انفستمنت عندها مديونيات قليله جدا، ان كل المديونيات اللي عندها 150 مليون جنيه بالاضافه لل 100 مليون الاضافيه اللي لسه هناخدها، ودي رايحه لشركه زي ما قلت لحضرتك لشركه جورمي، وشركه جورمي من العمليات التشغيل بتاعتها هتدفع الفوائد بتاعتها، فشركه بي انفستمنت الحقيقه مش هتتحمل حاجه يعني. نعم. بالنسبه لل 100 مليون الاخرانيه. نعم. احنا لسه خارجين من كوب 28 استاذ حازم، واتفاقيات كتير كبيره يمكن بالنسبه للشركات للطاقه المتجدده والشمسيه، انتم عم تعملوا بهذا المجال ايضا، قد ايه متوقعين انه يكون في ضخ استثمارات لتطوير قطاع الطاقه الشمسيه والمتجدده لدى الشركه مستقبلا؟ والله يا حضرتك احنا بنبص على حاجات كتير في الوقت الحالي، ولكن لسه ما فيش حاجه معينه اقدر اقول لحضرتك عليها. ما فيش رقم معين للاستثمار بهذا المجال؟ لا ما فيش رقم معين، ان احنا بنبص على كذا حاجه.